السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على تاني topic عندنا بعد ال introduction، وهو ال ideal gas. قبل ما نتكلم عن ال ideal gas، عايزين نعرف حاجة اسمها ال working substance. ايه هي ال working substance؟ ال working substance هي ال medium اللي بيكون جوه ال system اللي احنا بندرسه. احنا ال section اللي فات اتكلمنا على ال definitions اللي كانت موجودة في اول محاضرة بتاعت ال introduction، وكان في تعريف منهم اللي هو تعريف ال system، وعرفنا ال system على انه اي حاجة احنا مهتمين بدراستها ومهتمين بدراسة التغير اللي بيحصل في الخواص بتاعتها لما بنعمل عليها عملية معينة. الحاجة اللي موجودة جوه السيستم اللي احنا بندرسه دي الحاجة اللي احنا بنسميها الوركينج سبستنس، والوركينج سبستنس دي هي الحاجة اللي بتغير خواصها لما بنعمل عليها عملية معينة. الخواص دي زي درجة الحرارة، زي الضغط، زي الحجم الى اخره. يعني ال working substance ده ممكن يكون solid، ممكن يكون liquid، ممكن يكون gas، والgas ده ممكن يكون ideal gas وممكن يكون real gas. احنا هندرس نوعين من انواع ال working substance في مادة الثيرمو. اول working substance هندرسها وهو موضوع section ده اللي هو ال ideal gas، وتاني working substance دي هناخدها ال section الجاي وهو ال pure substance ال steam. تمام؟ طيب عايزين نعرف ايه هو الـ ideal gas. يعني انا لو عندي gas دلوقتي اقول عليه ideal ولا ده real gas ولا ايه بالظبط؟ الـ ideal gas ده بيكون عبارة عن نوع من انواع الغازات بيكون الجزيئات بتاعته حجمها صغير جدا وبتكون round، ومن كتر ما هي صغيرة ممكن نهمل حجمها، والجزيئات دي مش بت exert اي forces على بعض، يعني مفيش اي جزيء بيعمل force على جزيء تاني. الكلام ده بينطبق على الغازات اللي بيكون كثافتها قليلة، اللي هو يعني ضغطها قليل ودرجة حرارتها عالية. احنا بندرس في دراستنا يعني في المادة دي الـ ideal gases بس، فبالنسبة لي اي جاز يجي في السؤال هعتبره على طول هو ideal gas. امثلة على الـ ideal gases: الهواء، النيتروجين، الاكسجين، الكربون دايوكسيد، الارجون، الهيليوم الى اخره. الـ ideal gas ده عشان اقدر اقول على الجاز اللي قدامي ideal gas لازم يحقق 3 laws، يعني لو عملت عليه 3 تجارب مختلفة لازم الثلاث قوانين دول يتحققوا. اول قانون عندنا قانون بنسميه بويلز لو. بويلز لو بيقول ايه؟ لو انا عندي كتلة ثابتة من الغاز وعملت عملية معينة عند ثبات درجة الحرارة، انه مش هغير درجة الحرارة في بداية العملية لحد نهاية العملية، وبدأت أدرس تغير البريشر مع الفوليوم، هلاقي إن العلاقة inversely proportional، يعني لو الفوليوم زاد الضعف يبقى البريشر هيقل النص، يبقى ال V is inversely proportional مع البريشر. ده معناه إن P1 V1 بيساوي P2 V2 بيساوي P3 V3 إلى آخره. طيب تشارلز لو ده تاني قانون المفروض يتحقق علشان أقدر أقول على الغاز اللي قدامي ده ideal gas. تشارلز لو بيقول لي لو انا عندي كتلة ثابتة من الغاز وعملت عملية معينة عند ضغط ثابت، مش هغير الضغط المرة دي، هلاقي ان الحجم is directly proportional مع درجة الحرارة. ده معناه ان V1 على T1 بيساوي V2 على T2 بيساوي V3 على V3 بيساوي constant. هنلاقي ان احنا الثلاث قوانين دول احنا عندنا ثلاثة properties، وكل قانون فيهم بنثبت property وبنشوف تأثير الاثنين تانيين على بعض. فاحنا في اول قانون عندنا اللي هو Boyle's law ثبتنا درجة الحرارة وبدأنا نشوف تأثير الفوليوم على البريشر. تاني قانون اللي هو Charles law ده ثبتنا فيه الضغط وبدأنا نشوف تأثير الحجم على درجة الحرارة. واخر قانون اللي هو البريشر law هثبت بقى فيه الحاجة اللي فاضلة اللي هي الحجم الفوليوم، وهبدأ اشوف تأثير البريشر ودرجة الحرارة على بعض، هلاقي ان كل ما درجة الحرارة زادت كل ما الضغط زاد، يبقى P1 على T1 بيساوي P2 على T2. فقالوا بدل ما نقعد نجرب ثلاث عمليات مختلفة على الغاز اللي قدامي عشان نعرف هو ideal gas ولا لا، جمعوهم مع بعض في قانون واحد سميناه ال ideal gas law اللي هو PV equals MRT، وهو ده القانون اللي احنا بنحل بيه مسائل ال ideal gas كلها. طيب عايزين نمسك variable variable ونعرف ده عبارة عن ايه وحدته ايه. اول ترم عندي او اول فاريبل عندي هو البي. البي ده اللي هو الابسوليوت بريشر وبيكون وحدته كيلو باسكال. احنا خدنا السكشن اللي فات انواع البريشرز، عندي حاجه اسمها ابسوليوت بريشر، عندي حاجه اسمها جيج بريشر.
المفروض ان البريشر اللي بعوض بيه في الايدل جاز لو يكون absolute pressure. فانا لو given في المسألة الجيج بريشر المفروض ان انا بجمع عليه الضغط الجوي قبل ما اعوض عنه في الايدل جاز لو. وطبعا لازم اظبط وحدته ان هي تكون كيلو باسكال، لان هي دي الـ SI يونت بتاعت البريشر في حساب الايدل جاز لو يعني. تاني variable عندي اللي هو ال V. ال V ده عبارة عن ال total gas volume وبيكون وحدته meter cubed. ال M دي بيبقى عبارة عن ال gas mass، ده بيكون الكتلة بتاعة الغاز وبتكون وحدتها كيلوغرام. ال T دي بتكون عبارة عن درجة الحرارة وبتكون وحدتها الكلفن. ال R بقى ده بنسميه ال gas constant وبتكون وحدته كيلو جول لكل كيلوغرام كلفن أو كل كيلوغرام سلسيوس. ال R ده بيكون رقم خاص بنوع الجاز، يعني كل جاز عندي هيكون له R مختلف. طيب ال R دي هتعامل معاها ازاي؟ يعني هل هتكون given ولا انا هحسبها ولا هيكون ايه نظامها؟ ال R دي اللي هي الجاز كونستنت، لو كان عندي ال ideal gas في السؤال ده هوا فمطلوب مني احفظ قيمة ال R بتاعته، يبقى ال R بتساوي 0.287 كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن، وده اول كونستنت للهواء مطلوب مننا ان احنا نحفظه. طيب لو انا عندي اي جاز تاني غير الهواء هتعامل مع الار دي ازاي؟ اول احتمال ان يديني الار جيفن في المسألة، تاني احتمال ان انا هطبق المعادلة دي اللي هي ار بتساوي السي بي ناقص السي بي. السي بي والسي بي دول برضو ثوابت لنوع الجاز، يعني بيتغيروا على حسب نوع الجاز. السي عامة يعني specific heat، specific heat يعني كمية الحرارة اللي أنا محتاجة أضيفها ل 1 كيلو جرام من الغاز ده عشان أرفع درجة حرارته 1 degree celsius، عشان أرفع درجة حرارته درجة واحدة. ال CP ده معناها إن specific heat عند P equals constant، يعني أنا عملت عملية إضافة الحرارة دي عند ضغط ثابت، وال CV دي specific heat at V equals constant. كل غاز المفروض إن هو له CP وله CV وله R، فهو ممكن بدل ما يديني ال R مباشرة يديني السي بي والسي بي واطرحهم من بعض. احنا اتفقنا ان الار بتاعه الهواء هتكون حفظ، ومطلوب برضو مني احفظ ثوابت الهواء اللي هي السي بي والسي بي، ودي الفاليوز بتاعتهم، يعني هي مش هتبقى مستخدمه قوي في الدرس ده لكن هحتاجهم بعد كده، فاحنا مطلوب مننا نحفظ اي ثابت للهواء. المعادله الثانيه وهي دي الاكثر استخداما يعني اللي بجيب منها الار، الار بتساوي الار بار على ام. ال R بار دي بنسميها ال universal gas constant، هو برضو ثابت للغازات بس ال R بار ده رقم ثابت لكل أنواع الغازات، مطلوب مننا برضو نحفظ قيمته 8.314 كيلو جول لكل كيلو مول كلفن. لو قسمت ال universal gas constant ده اللي هو ينفع لأي نوع من أنواع الغازات على الوزن الجزيئي للغاز ده يديني ال يديني ال gas constant بتاع الغاز ده. الام بقى دي مفروض تكون given في المسألة، بس احنا عندنا خمس انواع من الجازز مشهورين شوية في المسائل فنحفظ الام بتاعهم احتياطي يعني، لكن غير كده مفروض ان هو بيكون given. بتاع الكربون دايكسايد 44، بتاع الاكسجين 32، نيتروجين 28، هيدروجين 2، وهيليوم 4. طيب هل دي الصورة الوحيدة اللي هي PV equals MRT؟ هي دي الصورة الوحيدة للايديال جاز لو؟ هنلاقي ان لا، احنا عندنا ثلاث صور تانيين بيستخدموا على حسب الـ givens. لو اداني في المسألة الـ specific volume، specific volume يعني الـ volume per unit mass، يعني ايه؟ يعني الحجم لكل كيلوغرام، فالـ specific volume دي بتكون وحدتها متر كيوب لكل كيلوغرام. فأنا لو خدت المعادلة بتاعت PV equals MRT وقسمتها على الماس، فمن ناحية الشمال الفوليوم على الماس هيديني السبيسيفيك فوليوم، والناحيه اليمين الام هتروح. فدي كده تاني صوره من صور الايديال جاز لو، وبستخدمها بس لو كان السبيسيفيك فوليوم جيفن. الصوره الثالثه لو اداني الكثافه، لو اداني الكثافه بتاعه الغاز، الكثافه دي عباره عن ماس على فوليوم. فلو خدت المعادله بي في ايكوالز ام ار تي وقسمتها على الفوليوم، فالفوليوم من الناحية الشمال هيروح هيتبقى البريشر بس، ومن الناحية اليمين الماس على الفوليوم هي الكثافة. فأنا بستخدم الصورة دي لو كان مديني كثافة الغاز. الصورة الأخيرة لو مديني عدد المولات بدل ما يديني الماس. كنا خدنا في الكيمياء علاقة بتقول إن الـ number of moles بيساوي الماس على المولر ماس، فالمفروض إن أنا من المعادلة الأصلية اللي هي الـ PV equals MRT أشيل الماس وأحط بداله number of moles مضروبة في الوزن الجزيئي اللي هو الـ M الكابيتال،
والار نشيلها ونحط بدلها ار بار على ام، اللي هي المعادلة اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، اللي هي المعادلة دي. وبعد كده هقدر اشطب المولر ماس من هنا مع المولر ماس من الترم بتاع ال number of moles. هيتبقى عندي ان ال number of moles لو كانت given هستخدم الصورة الأخيرة دي اللي هي pv equals n في r bar في t. في الحالة دي هستخدم r bar اللي هو universal gas constant. الثلاث صور دول بيستخدموا لو كان ال specific volume given، أو لو كانت الكثافة given، أو لو كان ال number of moles given. غير كده احنا بنستخدم الصورة الأصلية اللي هي pv equals mRT. في الفيديو بقى الجاي ان شاء الله هنحل مع بعض الشيت.